النجمة إذن يتفوق على النصر بالفوز عليه مرتين، والنصر كسب النجمة مرة، وهذه المباراة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم. ممكن أيضا أن يلتقي للمرة الخامسة التعادل، وكرة أولى والإعداد الآن لصادق. صادق يواجه بلوكات قوية الآن، وطبعا من يريد أن يكسب عليه أن يتألق في حوائط الصد. وتبدو الكرة الأولى أيضا مشكلة في الكرة الأولى هناك، ومشكلة في الإعداد أيضا في الفريق النصراوي. والنجم كسب ذلك 2-3-1 تصور. والبوريس إيغور يأتي بنقطة، والنجم 15 الآن يعني فاصل من التعادلات، وتقدم النجمة. وهذا إيغور الأوكراني الكرواتي، لاعبون من كل من أمريكا، من كولومبيا، من أوروبا. الحر حسين طاهر لاعب لا يشارك في عمليات في حوائط الصد ولا في الضرب الساحق، هو مدافع وحائط صد أيضا. إيغور ينجح إيغور الآن، وللمرة الثالثة حوائط الصد تنجح إيغور، والجوف حائط الصد يا سلام يصطاد كرة دام. والنجمة مثلة في بطولة آسيا هنا في البحرين الموسم الماضي، وبرافو من اللاعب الحر أيضا يوسف جعفر عبد النبي. والنجمة 19-16 الآن فريق النجماوي. شوف إيغور ينجح في هذا، لم يدفع به الآن بسبب ظروف عمل أيضا في أحد بنوك الأخشور. والإعداد الآن لي أو الكرة بوريس الآن، بوريس لي القادم من الخلف هو إيغور. إيغور إعداد حلو من لك، لكن خبرة المسروق مطلوبة في مثل هذه المباريات النهائية. وإيغور الآن إيغور خلصها إيغور، لاحت له و 25-23. إذا النجمة هذا إيغور الأوكراني خلص الشوط الأول عبر كرة، والله صادها حائط الصد لكنها تهيأت. شوف صادها حائط الصد لكن بعد ذلك تهيأت له ولعبها في المكان الخالي تماما في ظل غياب. وشوف كرة أولى صبيح، والإعداد بالمتروك لي يونس عبد الكريم، إنما حائط صد من إيغور. إيغور وإبراهيم نصيف 4-3 حائط. شوف يونس ارتقى في الهاي ريتشز، أرى فيه خليفة للمتروك. وعلي حسن إبراهيم أيضا خارج الملعب بسبب أيضا ظروف عمله، يغيب عن التدريبات. شوف ارتقى وين، وهذا هو الصراع بين حوائط الصد التي تحاول أن ترى الضارب الذي يحاول أن يرتفع أيضا عدة سنتيمترات إضافية في الهاي، هذا يسمى الهاي ريتشز. الهاي ريتشز والوصول إلى أعلى، حتى للملعب الآخر يذهب إلى المدرجات ليأتي بالكرة. وإيغور الأوكراني متألق بشكل كبير أيضا هو اليوم، صدق رئيس المؤسسة يتألق بشكل مثير. وهذا إيغور يتلقى تمريرة حلوة، إيغور الأوكراني يتلقى تمريرة حلوة. ده اليوم 6 ضربات ساحقة يذهب به إلى خارج الملعب. وإيغور المتألق تماما صاحب معدل كبير أيضا اليوم، حوالي معدل شوف طار وين في الهاي ريتش، طار أعلى من حائط الصد، وبالتالي الكرة الأولى لم تستقبل جيدا، وبالتالي ممكن جدا إيغور هو الذي خلص الشوط الأول الآن يرفع الغلة النجموية ل 24 نقطة الآن. إيغور ماذا سيفعل؟ بوريس إيغور إيغور يضرب وخمسة. إيغور المتألق حقيقة، حوائط صد حقيقة ممتازة من الأطراف، حوائط الصد. بوريس الآن إيغور الله يا إيغور المتألق اليوم أبدا، حوائط الصد النصراوية تغيب. وعلي عبد الحميد بعد المباراة، إعداد من بوريس إيغور من الكرواتي للأوكراني. وإيغور المتألق اليوم بشكل كبير، وهذا إيغور الأوكراني في هذه اللعبة. و8-6 هنا في نهائي كأس رئيس المؤسسة العامة لشباب الرياض النصف في نسختها الثالثة 2007-2008 18-13 الإعداد الكويس لإيغور الآن. إيغور وإيغور ينجح، و حسن إبراهيم في إرسال قوي والله، وبوريس إيغور أيضا، وإيغور أيضا
ايضا صنبور النقاط والله، اكثر من 15 نقطه في الالعاب السريعه، وفي مركز الارتكاز مركز ثلاثه، وايجور المتالق في مركز اربعه، و جميل الالقاب التي اخذها المحرك ايجور الان ينجح، وايجور الكره الاولى بصعوبه، وبرافو يا برافو الليبرو النجماوي جعفر عبد النبي، وهذا جعفر ايضا، وبوريس ايجور يضرب، وبرافو يا صادق، لاعب شامل حقيقه، وان كان اضاع الكثير في اول شوطين في الضربات الساحقه، لكنه والله يؤدي وظائف كثيره. شوف هذا ايجور، وال 7-4 يجعل يعني حاول عليها الطاهر والمتروك، وهذا ايجور الاوكراني هو الاخر، اكثر من 15 نقطه بيس، وهذا عماد يعود بشكل حلو لايجور، وبرافو ايضا الحسين طاهر، انما حاول عليها علي حسن ابراهيم، حسين طاهر الليبرو ما تتخف شوي، والبوريس الان ايجور وين ذهب؟ الله، فيها لمس الحكم.